السلام عليكم، مرحبا بكم حكيمة العاصمة. معكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم حبيت يعني تشاركوني، يعني حنحضر يعني بطاطا التلفاس، وهاد الوصفة تاع بطاطا التلفاس يعني هاد طبق قديم يعني تاع الناس الزمان اللي يعرفوه، وهادو الناس يعني مبتدئات بنات صغار كان اللي ما يحبوش قاعد البطاطا، يعني نقول لكم يعني يحبوها، يعني الوصفة تاع زمان وبنينة، يعني ماشي نقول لكم يعني يحبوها بالسيف، بصح هاد الوصفة يعني نقول لكم احنا كنا ناكلوها ونتقبلوها، وهذه تجي في موسم الشتاء، يعني كما راكم تشوفوا البطاطا هذه واعره باش الانسان يعني يكبر خاطره باش ينقي البطاطا التلفاز. شوفوا انا نقيتها مليح، ويعني كي نقطعوها نقطعوها هكا دي مقصو صغار كما راكم تشوفوا، يعني باش تجينا سهله. يعني حبيت نبدا لكم يعني الطريقه كيفاش نقطعوها، ويعني تجينا سهله ما تشدناش يعني وقت كبير. هي كي نكونوا ننقوا فيها اللي تجينا واعره، لازم نكرطوها مليح، نقعدوا غير يعني كرطوا فيها. يعني هذه هي بطاطا التلفاز، ونوريكم المقادير اللي يدخلوا فيها. انا حين نديروا الثوم، انا هنا راس كبير كما راكم تشوفوه، هي لازم تسحق الثوم، وهاد الحرانة عندي يعني في المنزل، وانتو تقدروا ديروا في القناوه، لازم تجي شويه حاره يعني باش يجي الذوق بنين. وبالنسبه للتوابل يعني عندنا فلفل الكحل والعكري والكرويه، وبالنسبه في الاخر يعني نديروا لها الحشيش مقطفه كما كنتو تشوفوا، هي لازم تسحق الحشيش كما انا هنا هاد الربطه كاع راني رايحه ندير لها، ونزيد لها شويه. يعني هاد الوصفه تاع زمان تاع بطاطا التلفاز تحب الحشيش. وفي الاخر نديروا لها زوج مغارف تاع رز يعني خضوره، يكملوا كي يعني يبداها الطياب خلاص ما تشدش وقت كبير، نستعمل هذوك زوج مغارف تاع الرز والزيت لازم. دوك نبداو على بركه الله. اول شيء نسبقوا نحطوا هذاك، ناخذوا بسم الله ناخذوا هذاك الثوم تاعنا، ما هذوك زوج حبات حار يعني نقدروا نديروهم مع الثوم يتجمروا، علاش تكون انايا ما عنديش هذاك فلفل قناوه، يعني تقدروا ديروا، انا راني شريت هذا حار راني نخدم به بسم الله، يعني ونوريكم يعني شحال راني حندير الزيت. ديروا المغرفه الاولى، ثانيه، ثالثه، الرابعه، يعني تقدروا ديروا ثلاثه، تقدروا توصلوا حتى اربعه، انا اليوم فضلت ندير ربع مغارف، ونخلي هذاك الثوم تاعي يتجمر. نعاود نوريكم تجمر، شوفوا البطاطا دوك نقيناها، دوك نديروها يعني تزيد تاخذ تجميره مع الثوم، وخلوها يعني تتجمر غير على نار قليله. كما راكم تشوفوا قلنا البطاطا تاعنا راهي تتجمر، دوك نديروا هذيك المغرفه تاع القهوه، العكري، في الكحل والكرويه، ونديروا الملح، انا ما درتش الملح، الملح ما تكثروش نخافوا يعني تجينا مالحه. ندخلوا يعني كاع دوك التوابل ندخلوهم، وخلوها ديما راهي تتجمر، الزيت تاعها تجمر كيما راكم تشوفوا، رانا نتجمرو فيها، مازال ما نمرقوها. واش ندير؟ ندير لها شويه حشيش، حنا نديرو لها مع الاول ونزيدو نديرو لها مع الاخر، يعني هادي بطاطا التلفاز تحب الحشيش. ندخلو هداك الحشيش، حركو عليه ونخلوها ديما راهي تتجمر. راني جمدناها خلاص كيما راكو تشوفو، نحركو يعني، وانا راني هنا درت شويه ما سخون، يعني نمرقوها بصح ما نديروهاش بزاف فيها الماء. بسم الله راكو تشوفو كيما نقولو قيس كاس، ونقصو لها هاد البطاطا التلفاز يعني ما تشدش وقت كبير في الطياب، يعني طيابها خفيف، ميم با نص ساعة تكون طابت، ميم على نار قليلة، على خاطش أنا كشتو كيفاش قطعتها، قطعتها قطع غير صغيرة برك، ونخلوها يعني طيب غير على نار قليلة، ونكملو كاع المراحل تاع دي بطاطا التلفاز. شوفوا البطاطا تاع التلفاز تاعنا، نوريلكم يعني اللي ما نحرقوها ما والو، نديرو غير هكذا نعرفو، اللي شوفو دخلها الطياب خلاص هاي طابت. دوك نديرو هذاك الرز تاعنا، نحركوه يعني مليح غير بشويه، ونزيدو نديرو شويه تاع حشيش، قلتلكم هي الحشيش تحب الحشيش، يعني البطاطا التلفاز معروفه بالحشيش،
يعني ونحركوا عليها وما يغفلكمش الرز ما يشدش وقت كبير، ونخلوا هاد الزيت تتجمر يعني، ونوريكم هاد الطبق حاضر معكم على التقديم ان شاء الله. ها الطبق تاعنا تاع نهار اليوم، بطاطا الترفه، شوفوا يعني كيفاش جاتني، الله الله. وفي الاخير قلنا لكم ديما نحبوا نزيدوا لها ديك الرشه تاع الحشيش، هي تحب الحشيش مقطفه. وهذا الطبق صدقوني بنين بزاف، يعني ننصحكم يعني باش تجربوه، ويعني طريقه سهله وما تطلبش وقت كبير، ويعني نص ساعه تكون هذه البطاطا واجده. وان شاء الله اللي ما يحبوهاش يولوا ننصحهم باش يولوا يعني يحبوا هذه الطبق تاع بطاطا الترفس. يعني هذه وصفه مديتها لكم تاع ناس زمان، وان شاء الله تعجبكم طريقتي وتحضروها، وانتم ان شاء الله تعجبكم. ونتلاقاو ديما في وصفات وحدوخرى بإذن الله. وما بقى لي خواتاتي غير نقول لكم في أمان الله.